اليوم في زيارة للمسرح الوطني انطلاقا من ان العام هذا عام مميز بالنسبة لمس القلم، والوزارة اطلقت عنوان على هذا العام الدراسي عام النشاط، وإيمان منا بدور المسرح وأنه هو استاد الشعوب. حضرنا تم التنسيق مع الأستاذ أنور تير بارك الله فيه، أتحنى هذه الفرصة لزيارة المسرح وتقديم بعض العروض من طلابنا حتى أشادوا هم القائمين على هذا المسرح أن أول مدرسة في مصراتها تعرض مسرحيات داخل على خشبة المسرح. يعني بالنسبة للعام الدراسي هذا طبعا في أنشطة متعددة رياضية وثقافية، وحاولنا للسنة هذه بإذن الله تعالى افتتاح مسرح داخل المدرسة. طبعا المبنى عندنا لا يوجد فيه مبنى، لا يوجد فيه مبنى مسرحي، لكن حاولنا بأبسط الإمكانيات أن نوفر مكان أو مقر للمسرح، سعيين في تجهيز الخشبة لإبراز مواهب أطفالنا أولادنا وبناتنا اللي موجودين معنا بالمدرسة. دائما نسعى للأفضل، دائما نسعى لطموحنا الأفضل. يعني كيف شعرت أستاذ سالم بأن مثل هكذا نشاطات وتفعيل النشاط المدرسي يعود بالنفع على الطلاب حتى من الناحية التعليمية؟ طبعا الكسر روتين الدوام العادي اللي هو روتين العادي من الحصص والاستراحة والطابور والجرس. اليوم حبينا أن نخرج بطلبتنا بعد الامتحانات النصفية من تعب الدراسة وخروجنا للمسرح، يعني للترفيه عليهم ولتعريفهم بالمسرح وأهمية المسرح، ولأنهم حتى تغيير جوهم هم الطلبة، وقدموا يعني شافوا المسرح وشافوا الخشبة والفخامة وشافوا الناس، شافوا كيف تدور العمليات المسرحية على الخشبة. يعني طبعا لها تأثير هذه المسرحيات وهذا النشاط، يعني نشاط صفة عامة والرحلات لها تأثير إيجابي على طلبتنا، يبت روح التفاؤل والأمل، اكتشاف المواهب. كان عندنا مواهب داخل المدرسة التعليمية، الحمد لله اليوم اكتشفنا عندنا مواهب في التمثيل وتقديم العروض المسرحية، يعني الحمد لله رب العالمين سعيين الأفضل بإذن الله تعالى. طيب أخيرا أستاذ سالم، يعني اليوم النشاط المدرسي بشكل عام أهمية أن يكون مرتبط بالعملية التعليمية؟ أكيد، لأن هو اليوم الدراسي بالحصة الدراسية العادية الوعاء الزمني لابد منه نشاط، يعني التلميذ أو الطفل أو الطالب عنده نشاط وعنده حيوية، عنده شحنة بيفرخها اللي هي مش في الدراسة بس. يعني نعطيه دراسة، نعطيه ترفيه، نعطيه رياضة، نعطيها مسرحيات، نعطيه مثلا في عندنا برامج أخرى اللي هم زي الـ هذا المذيع وزي اللي قدم برامج، يعني أو الخطيب، كل ما يعني نكتشفهم من المسرحيات. يعني لها أهمية كبيرة جدا على طلبتنا. بارك الله فيكم. نشكر المسرح الوطني مسراته وعلى رأسهم الأستاذ أنور التير اللي تحنا فرصة، بصراحة انبهرنا، بصراحة مكان فخم جدا وتعاون الجميع. نشكر معلماتنا الأبلة نوال الأبلة علاء على يعني إدارتهم لهذه المسرحيات وتقديمها بأفضل صورة. نشكركم أنتم أستاذ معتصم والمصور حضرة المصور ووجودكم معنا وتشجيعكم، هذا دليل على حرصكم على إبراز مناشط المدارس ومهبنا داخل المدينة. بارك الله فيك سيد معتصم.